بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي الاكزام هاكس الخاصه بشابتر الاستادي ديزاين. الاستادي ديزاين من اهم شباتر المنهج، يعني كمان اهم من البايوستات، ممكن يجيلك عليه من 15 ل 20 كيس في الامتحان، فما تستقلش بالاستادي ديزاين، لازم تبقى فاهمها كويس جدا، فاهم كيساتها بتتحل ازاي، كيساتها بتتكرر بالنص. الملف ده مهم جدا 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 وهيجيلك منه كتير في الامتحان، لازم تبقى فاهم كل كيسه محلوله فيه كده ازاي وليه، وتبقى فاهمها كويس جدا. والحسابات، الحسابات بتتكرر بارقامها، اهم حاجة بس تتأكد ان هي نفس الكيس بتاعتك بالاختيارات هي هياها عشان تختار الاجابة اللي انت عارفها، وتحسبها تاني عشان تتأكد ان دي الحسبة الصح ليها، علشان ممكن يغير رقم او حاجة، فانت تبقى عارف اي تغيير يحصل في الكيس. كيسات الاستادي ديزاين بتوفر لها وقت، يعني مش هتقدر تحلها في دقيقة ونص لو هي كيس جديدة بارقام جديدة، فكيسات الثيرابيوتكس اللي انت عارفها هتوفر لك وقت للاستادي ديزاين في الامتحان كبير جدا، فانت هتاخد اكتر من دقيقتين وثلاث دقائق كمان تقدر تفكر في الاستادي ديزاين. دي فكره الثيرابيوتكس لما يسعفك في النون ثيرابيوتك، خاصه كمان الحسابات سواء بتاعه الاستادي ديزاين او البايستات او حسابات الكاينتكس، ده لو جاب اسئله كاينتكس اصلا، تمام، لانه بقاله سنتين ما بيجيبش اي اسئله كايناتكس سواء نظريه او حتى كيسات مسائل على الكايناتكس. يعني خلينا نبتدي. اول كيس بيقولك a letter published in a journal suggests that an established antipsychotic drug may cause photosensitivity. The manufacturer wishes to set up a study to determine rapidly and efficiently whether this is true. Which one of the following studies is most appropriate؟ الكي وورد هنا اللي هتخلينا نختار الميتا اناليسز، ان هو قال لك ان ده استابليشد دراج. يعني ايه استابليشد دراج؟ يعني دراج معروف اللي ليه واللي عليه من زمن الزمن، زي الباراسيتامول، الوارفرين، الهيبرين، ادويه معروفه. ويوم ما تقول ان الدواء ده حصل ممكن يبقى فيه كوزاليتي انه يعمل فوتو سنسيتيفيتي، انت هترجع لحاجه قويه زي الميتا اناليسز اللي اتعملت كتير على الاستابليشد دراجز، دي هي اللي هتدي لك المعلومه الاكيوريت فعلا، الافيشنت فعلا، الرابت فعلا، لان هم واخدين ستاديز كتيره جدا ومدخلينها في ستاتستيكال اناليسز وماثيماتيكال اناليسز وطلعوا منها الميتا اناليسز دي. فالميتا اناليسز تراستد جدا وايفيدنس بيزد جدا، افيشنت ورابت، ودي اللي هتنفع خاصه مع الاستابليشد دراجز اللي اتعمل عليها كذا ميتا اناليسز، تقدر ترجع لهم بسرعه وبشكل افيشنت. برضو الميتا اناليسز مهمه قوي فيها، تفهم الفانل بلوت والفورست بلوت، وتفهم فيها هيتروجينيسيتي تيست اللي بتتعمل علشان تشوف الاستاديز دي هيتروجينيك ولا هوموجينيك. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ الفانل بلوت ده بيعمل ايه؟ بيشوف لي هل في بابليكيشن بايس ولا لا. يعني كل نقطه من الفانل بلوت دي بتمثل لي استادي اتعملت على البوينت اللي انا بدرسها دي. يعني انا مثلا بشوف علاقه الايس بالكف، مثلا عايز اشوف الكوزاليتي، هل فعلا الايس بيكوز الكف ولا لا. فانا هجيب كل الاستاديز واحطها في الفانل بلوت ده، لو عملت لي شكل فانل اذا مفيش بابليكيشن بايس اتعمل على الايس والكف، علاقتهم ببعض، مفيش استاديز اتعملت كانت فيها بابليكيشن بايس. انما لو لقيت الفانل بلوت ده ما اترسمش، بمعنى ان انا لقيت النقط سرحة يمين وشمال مش مكونة الفانل بلوت ده، معنى كده ان في بابليكيشن بايس وفي ستاديز كانت اكستريم في نتائجها سواء بالسلب او بالايجاب، وما دخلتش جوه الفانل ده علشان تمثل لي ان ما يكونش في بايس. يعني ففي ستاديز كانت بايس ناحية البوزيتيف او النيجاتيف وخرجت بره الفانل. من الاخر الفانل بلوت ده بيعبر لي هل في بابليكيشن بايس ولا لا، لاني بدرس دراسات كتير جدا وبدخلها في ماثيماتيكال وستاتستيكال اناليسز، فلازم ابقى متاكد ان مفيش ستاديز فيهم حصل فيها بابليكيشن بايس. الفورست بلوت بقى كل نقطه برضو بتمثل ستادي. الفورست بلوت ده بيشوف لي ايه؟ بيعمل لي اسسمنت للسمري استيميت. يعني ايه الكلام ده؟ كل ستادي بيكون ليها كونفيدنس انترفال، في ستاديز تقول ان هي سيجنيفيكانت، ستاديز تانية تقول ان هي نون سيجنيفيكانت، فانا هجمع كل الستاديز دي واجيب منهم افريج الكونفيدنس انترفال. افريج الكونفيدنس انترفال ده لو هو سيجنيفيكانت هقول ان كل الستاديز دي سيجنيفيكانت، لو الافريج ده كان نون سيجنيفيكانت قراري الاخير هيكون ان هي نون سيجنيفيكانت. يبقى الفورست بلوت ده بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي السمري استيميت اوف كونفيدنس انترفلز. انما تستات الهيتروجينيسيتي
تستات الهيتروجينيسي دي انت جايب ستادز كتيره وعايز تشوف هل في ستادز كانت شاذه عن النورمال. يعني مثلا في ستادي قالت لا الاس ما لهاش علاقه بالكف، فدي ستادي اكستريم جابت حاجه مش نورمال. المفروض ان النورمال ان الاس بتعمل كف، فالستادي الاكستريم دي هعتبرها ان هي هيتيروجينيك. فانا هعمل تيستينج للهيتيروجينيسيتي بتاعه الستادز الساذجه دي ازاي؟ عن طريق ان انا بدخلها في تيستات زي الكوكرين كيو او الكاي سكوير، هي دي اللي بتتشك على الهيتيروجينيسيتي في الستادز اللي داخله في الميتا اناليسز. دي اهم النقاط اللي موجوده في الميتا اناليسز تعرفها، تعرف ان هي قويه رابيد افيشنت بتطلع لك نتائج موثوق منها، خاصه في الاستابليشد دراجز. مهم تعرف الفورست بلوت والفانل بلوت والكوكرين كيو والكاي سكوير اللي بيستخدموا في كاتستات للهيتروجينيسيتي. تمام، النقاط دي كلها موضع سؤال في الامتحان. الكيس اللي بعديها approximately 40,000 subjects with acute myocardial infarction were randomized to one of four thrombolytic strategies in an open label fashion. هي هو عملها open label fashion، يعني عرض الستادي دي للاك اوف انفستيجيتور باي بلايندنج. يعني لما بنعمل بلايندنج في الستادي بنستبعد الانفستيجيتور بايس، بنستبعد الانفورميشن بايس، بنستبعد الاوبزرفيشن بايس، وبنستبعد كمان البايس اللي هو البرفورمانس بايس. يبقى كذا نوع من البايس انت تقدر تستبعدهم عن طريق بلايندنج، اهمهم الانفستيجيتور بايس، ودي اللي سأل عنها في السؤال ده. ممكن يسألك عن البرفورمانس بايس، عن الاوبزرفيشن، او ليه اسم تاني الانفورميشن بايس. تمام، كل دي حاجات انواع من البايسز تقدر تستبعدها عن طريق انت تعمل بلايندنج وتريح دماغك. الكيس اللي بعديها drug interaction studies published in pharmacotherapy literature often used young healthy volunteers. The main benefit of the study results is طبعا معروف ان phase 1 في اي clinical trial بيكون على healthy volunteers عشان ابتدي اشوف الفارماكوكاينيتكس بتاعت الدواء والفارماكوداينامكس. فليه بعمل كده في healthy volunteers في البداية؟ لاني عايز اطمن ان يكون الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس بتاعت الدواء عندهم تكون في طبيعتها ونورمال، واقدر اعمل بعد كده extrapolation عن النتائج اللي تطلع من healthy volunteers دول على التارجت بوبوليشن اللي انا شغال عليها. يعني انا مثلا الهيلثي فولنتيرز دول سنهم من 30 ل 40 سنه، فانا هقدر بعد كده اعمم النتائج اللي تطلع من الدراسه اللي معموله عليهم على التارجت بوبوليشن اللي عندهم 30 ل 40 سنه ويكونوا نفس ظروفهم دي، بس يكون عندهم مثلا ديزيز. فطبعا انا هقدر اعمم النتائج دي لان هم هيلثي والدواء كان فعليا بيحصل فيه يعني بيحصل له توزيع في الجسم بشكل نورمال لان هم healthy volunteers، وده اللي بيخليني دايما في phase 1 اشتغل على healthy volunteers. الكيس اللي بعديها فارماكو ثيرابي سبيشالست. على فكره الاستثناء الوحيد من ان انت تستخدم healthy volunteers في phase 1 ادويه الكانسر، لانك انت ما ينفعش تستخدم على healthy volunteers ادويه تكون cytotoxic، فدي الاكسبشن الوحيد. طبعا هتوضح في الريجيلاتوري ان شاء الله. كيس الرابعة بيقول لك pharmacotherapy specialist is reviewing a new drug for treatment of osteoporosis. البي ام تي كوميتي عايزه تقرر تدخله في الفورميلاري ولا لا. طبعا قرار البي ام تي كوميتي لازم يكون مبني على evidence based information. الان ان تي هي اللي بتعتبر افضل حاجة تقدر تعمل بيها قرار وتوضح لك الديفرنس ما بين حاجتين الاثنين يكونوا statistically significant. يعني مثلا البيسفوسفونيت، مثلا الالندرونيت والريزيدرونيت الاثنين statistically significant وبيدوني effect كويس على الاوستيوبروسيس، بس انا هشوف الالندرونيت عالج لي قد ايه. يعني مثلا من كل 1000 بيشنت قدر يعالج مثلا 800، والريزيدرونيت من كل 1000 بيشنت قدر يعالج 600، انا هختار طبعا اللي هو اللي يعالج 800. فالان ان تي بتساعدني جدا في القرارات، خاصه لما بنيجي نقارن ما بين نتيجتين الاثنين significant، انا عايز اشوف الابسوليوت ديفرنس ما بينهم، بجيب حاجه قويه زي الان ان تي، هي دي اللي بتديني القرار الفاصل. الكيس اللي بعديها بيقول لك مين في دول يقدر يوري لك الابسوليوت ديفرنس ما بين حاجتين statistically significant. طبعا زي ما قلنا النمبر needed to treat. الكيس اللي بعديها for calculating the prevalence of cardiac disease in a local area فيها 3000 patient. الكيس دي فكرتها ذكية شوية، هو جاب لك قيمة السنسيتيفيتي 90% وقيمة السبيسيفيستي 95%، وجاب لك الترو بوزيتيفز 270 لانه قال لك دول patients عندهم cardiac disease والتست مطلعهم positive، اذا دول ترو بوزيتيف. وجايب لك الناس اللي عندها cardiac disease والتست مطلعهم negative، يعني دي تعتبر ايه؟
هم عندهم الديزيز والتست مطلعهم نيجاتيف، اذا دي فولس نيجاتيف، يبقى الفولس نيجاتيف 135. What is the prevalence of myocardial infarction؟ اول سؤال هتسأله نفسك في سؤال زي ده هو عايز ايه؟ هو عايز البريفلنس. قانون البريفلنس بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز الناس اللي عندها الديزيز بغض النظر عن تستك ده طلعهم ايه على التوتال بوبوليشن، بغض النظر عن تستك طلعهم ايه، يعني البسط بتاعها ترو بوزيتيف بلس الفولس نيجاتيف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هجمع الناس اللي عندها الديزيز والتست مطلعهم بوزيتيف زائد الناس اللي عندها الديزيز والتست مطلعهم نيجاتيف، لان انا ماليش دعوه بالتست، انا ليه دعوه بالحقيقه ان هم عندهم الديزيز. فالفولس نيجاتيف هو عنده الديزيز بس التست مطلعه نيجاتيف، فماليش دعوه بالتست، انا عايز بس البريفالنس بتاع الناس كلها اللي عندها الديزيز. فالبريفالنس الناس اللي عندها ديزيز على التوتال بوبوليشن. لاحظنا ان البسط بتاع البريفالنس او النومينيتور بتاع البريفالنس زي دي من النومينيتور بتاع السنسيتيفيتي، فانا هستفيد من نقطه ذكيه زي دي ومش هتدخل في البسط ولا المقام، هخليها زي كده بلك على بعضها وهنقلها من هنا لهنا. يعني هو عايز بريفالنس، خلاص يا سيدي انا هجيب لك البسط والتوتال بوبوليشن انت جايبها لي 3000، فانا التشالنج بتاعي ان انا اجيب البسط. البسط ده هجيبه ازاي؟ هحط السنسيتيفيتي مكانها 90%، تشيل كلمة sensitivity وحط مكانها 90%، وترو بوزيتيف انت معاك جيفن اصلا 270، والمقام هيبقى هيتعرف خلاص طالما انت معاك الناحيتين اللي sensitivity عرفتها وترو بوزيتيف عرفتها. فترو بوزيتيف بلس فولس نيجاتيف كبلك كده على بعضها بتساوي 300. 300 دي هتقسمها على 3000 هيطلع لك 10% البريفالنس. اذا الكيس اتحلت بكل سهوله، استفدنا من فكره ان البسط بتاع البريفالنس هو المقام بتاع السنسيتيفيتي، ما احتجتش لا الرقم 135 ولا الرقم السبيسيفيسيتي ولا اي حاجة. يبقى خلينا نتفق ان في ارقام في الكيس ممكن يجيبها لك جست علشان يلخبطك ويوترك، فانت هتبقى مركز هو عايز ايه وانت هتجيب له اللي هو عايزه ده ازاي. الكيس اللي بعديها، in a study of 1000 myocardial infarction patient were followed over 20 years، a drug was investigated as a potential cause of myocardial infarction. اكتشفوا ان في دواء ممكن يسبب المايكارديال انفاركشن. عرفوا ده ازاي؟ جابوا 1000 patient عرضوهم للدواء ده واتضح ان حصل من ال 1000 patient دول 40 جالهم heart attack، وفي ناس 1000 patients تانيين ما تعرضوش للدواء ده وجالهم 30 heart attack. يعني الدواء ده مش قوي، يعني مش قوي هو اللي بيسبب الهارت اتاك ولا حاجه، لان الالف اللي ما خدوش عادي 30 منهم جالهم، يعني فرق 10. فانا عشان احكم على الفرق ده لازم احسب حساباتي. هو عايز الابسوليوت ريلاتيف ريسك وعايز الريلاتيف ريسك. الريلاتيف ريسك هتعمل ايه؟ هتقسم الاكسبوزد على النون اكسبوزد، يعني هتقسم 40 على 1000 هتقسمها على 30 على 1000 هيطلع لك 1.3. هتختار الاجابه اللي فيها 1.3 من غير حتى ما تحسب الابسوليوت ريلاتيف ريسك كام ولا تصدع نفسك. يعني هو عايز ريسبكتيفلي الابسوليوت ريلاتيف ريسك اول رقم والرقم الثاني الريلاتيف ريسك. انت هتختار الاجابه بي لان الرقم الثاني 1.3 اللي هو ريلاتيف ريسك وانت جبته بكل سهوله. علشان تحسب الابسوليوت ريلاتيف ريسك هتطرح الاكسبوزد ناقص النون اكسبوزد هيطلع لك 1%، يعني برضو الاجابه بي. تمام، كيس سهلة جدا ومباشرة. كيس اللي بعديها، A study involving identification of birth defects. البيرث defects جاية كإجزامبل صريح جدا في الكتاب ان هي كإجزامبل على retrospective studies، لانك انت بتسأل المريضة البريجننت دي انت لما زمان كنتي بريجننت اخدتي ايه والادوية، افتكري بقى كده معايا اخدتي ادوية ايه. فطبعا فيها recall bias رهيب لانك انت شغال retrospective كلها حاجات من الذاكرة. كيس اللي بعديها، A suitable design to study gabapentin warfarin interaction is. طبعا في اي interaction افضل study تقدر تستخدمها هي الكروس اوفر study. ليه؟ لان هي more efficient عن البارلل study، بس اهم حاجة تتأكد ان الجملة بتاعت الكروس اوفر جاية لك مظبوط. اول option بيقول لك parallel warfarin group versus gabapentin group. طب فين بقى الانتراكشن هيظهر؟ فين؟ لما انت الجروب ده بياخد حاجة والجروب ده بياخد حاجة والدوائين لم يلتقوا في جروب واحد، اذا دي اجابة غلط. جابة بي بيقول لك بارالل وارفرين جابا بنتن مع جابا بنتن اونلي. طبعا اجابه مناسبه لانه جاب لك الدوايين في جروب فهيبان الانتراكشن، والجروب الثاني يعتبر ككنترول للجروب الاول. الاجابه سي بيقول لك كروس اوفر ستادي جابا بنتن فيرسز البلاسيبو. حتى لو قال لك جابا بنتن فيرسز الوارفرين وكروس اوفر هتبقى اجابه غلط برضو، لان ما فيش جروب اخد الدوايين مع بعض، وده اللي انا عايزه اصلا عشان ادرس الانتراكشن. يبقى انا هضطر ان انا اختار البارالل اللي هي ليس افيشنت زي الكروس اوفر فقط لان جملتها مظبوطه. تمام، يبقى الإجابة هنا بي.
الكيس اللي بعديها a scientist is trying to design a trial to study a drug interaction of an enzyme inducer. برضو عايز يدرس drug interaction، هختار له افضل اجابه. افضل اجابه اللي هي ايه؟ non randomized open label cross over. طبعا هي المور efficient، هيعمل واش اوت بيريد، بس اهم حاجه هيكمبير ايه بايه. لازم الدوايين يكونوا في جروب واحد عشان يبان الانتراكشن، والجروب التاني يبقى كنترول ليه. هو هنا مظبطها، قال لك الوارفرين مع الانزيم انديوسر فيرسز الوارفرين، طبعا هيبقى اختيار مناسب جدا. اللي بعديها best study design to assess the effect on enzyme inhibitor on level of warfarin. نفس القصة برضو، هتختار انسب اجابة randomized crossover ومعاها wash out period. الكيس اللي بعديها you are a member in the hospital pharmacy and therapeutics committee. The hospital is considering formulary addition of a new drug to treat the intensive care unit delirium. A prospective head-to-head study comparing this novel drug with haloperidol showed similar efficacy between two drugs with a favorable trend in favor of the new drug. عايزين يدخلوا new drug، طب انت معتمد على ايه؟ comparative retrospective analysis. طبعا retrospective analysis هتكون معرضة للrecall bias، فانا هقول له لا ما تاخدش بالمعلومة دي لان هي هتكون فيها risk recall bias. فهقول له the new drug shouldn't be added to the formulary علشان ممكن يكون معرض للrecall bias. تمام؟ الكيس اللي بعديها a double blinded trial was set to assess the effect of newly discovered anti-rheumatic drug compared to placebo. The evaluation will be upon certain parameters. The type of prospective study. طالما عمل intervention هيدي جروب drug وجروب التاني هياخد placebo، اذا دي intervention study، يبقى هتشطب على ال observational study زي ال cohort و الاجابة دي برضو observational، هتشطب على A و D. هتبتدي تفكر هل دي parallel ولا crossover. جاب سيرة wash out period هتختار ال crossover، ما جابش سيرتها هتختار ال parallel. اذا هنختار الاجابة B parallel لانه هيدي جروب drug وجروب التاني هيديله ال placebo. الكيس اللي بعديها in comparison between two drugs in reduction of myocardial infarction the V value كانت أقل من 1 من 100 في reduction myocardial infarction، إنما في المورتاليتي كانت ال V value أقل من 0.2. مين significant؟ المايكارديال انفاركشن، انما المورتاليتي نون سيجنيفيكانت. هنشطب على اي اجابه بتعمل انتربريتيشن للنتيجه النون سيجنيفيكانت، لان احنا مش بنعمل لها انتربريتيشن as long as ان هي نون سيجنيفيكانت. تمام؟ فانا ما بين A و B. ايه بتقول لي ان البي فاليو لما تكون اقل من 0.01 الباور هتبقى 99%. طبعا اجابه مظبوطه لان دي فيري باور في الاستدي، طالما البي فاليو كانت اقل من 0.01 يعني الباور بتاعتها 99%، يبقى الاجابه هنا ايه. الكيس اللي بعديها best way for subgroup analysis is set aspirin before a trial ولا set before a trial ولا post hoc analysis ولا set during a trial. ايه فكرة السب جروب اناليسيس دي؟ انت دلوقتي عامل استادي على 4 جروبس. انت عارف مثلا ان يعني مثلا جروب عنده هايبرتنشن، جروب عنده دايابيتس، جروب عنده مايوكارديال انفاركشن، جروب عنده هارت فيلير، وانت بتدرس عليهم كلهم دواء خاص بالديسليبيديميا. حلو، انت عارف من قبل التجربة ان الديسليبيديميا مثلا هتكون هتطلع لك نتائج very significant مع الجروب اللي عنده myocardial infarction. انت عارف من قبل التجربة كده، فانت بتحدد من قبل التجربة، بتقول ان انا ممكن بعد ما التجربة ما تخلص واستخدم الستاتيستيكال تيست بتاعي مثلا سي الانوفا، بعد ما تخلص انا ناوي اعمل سب جروب analysis للجروب اللي عنده myocardial infarction علشان انا حاسس ان هو هيطلع لي promising results، وانا عايز اعمل له سب جروب analysis واهتم بيه اهتمام خاص من بعد ما التجربة ما تخلص. الاهتمام الخاص ده لو انت وضعته set as priori، يعني انت توضحه وتكتبه في البروتوكول قبل ما تبتدي الترايل، دي very powerful عن ان انت تقرر تعمل سب جروب analysis من بعد ما تطلع نتائج التجربة. تمام؟ ليه؟ لانك هتهتم اهتمام خاص بالجروب ده من الاول لو انت محددها من الاول، انما لو قررت في الاخر فانت هتبقى مهتم بيهم زي غيرهم من اول الجروب. دي يعني فكرة السب جروب اناليسيس باختصار شديد. يبقى انت لما تعمل بس set as priori before trial دي هتكون البست واي لطريقة السب جروب اناليسيس، لانك هتهتم بيهم من البداية اهتمام خاص، والاناليسيس بتاعك هيكون اقوى من ان انت تقرر بعد ما التجربة ما تخلص. اقروا برضو سب جروب اناليسيز واهم 5 معلومات عنه لانه مهم. الكيس اللي بعديها a trial to compare between two drugs A and B to reduce risk of disease and the subjects are randomized to both of the two groups to take drug A or B. يعني هو قالك ان في جروب هياخد drug A وجروب هياخد drug B، يعني ده or ده، اذا دي كده parallel وفيها intervention
مش مجرد observational study، يعني لا هي cohort ولا case control، لان دول observational، احنا بنتكلم في حاجة فيها intervention، هدي دواء، اذا دي parallel، ما جابش سيرت واش اوت بيريد عشان اقول كروس اوفر. الكيس اللي بعديها اتست with sensitivity 95% و specificity 60%، patients with the disease were 200، ما جابلكش سيرة البيشنتس دول عندهم الديزيز والتست مطلعهم ايه، فبالتالي ده هيبقى كده التوتال بتاع الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف، يعني ده بوست البريفالنس. هو قالك الناس اللي عندها ديزيز 200 ما جابلكش سيرة التست مطلعهم ايه، فطالما جابها لك عايمه كده اذا بيقصد المجموع بتاع الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف، الناس اللي عندها ديزيز سواء التست مطلعها بوزيتيف او التست مطلعها نيجاتيف، فطالما جابلك المجموع هو عايز الترو بوزيتيف، عايز البوست، فهو بيتكلم في مقام السنسيتيفيتي وعايز البسط بتاع السنسيتيفيتي، فانا بس هكتب قانون السنسيتيفيتي هتطلع لي ترو بوزيتيف على طول، مش هحتاج حتى للسبيسيفيسيتي في اي حاجه. يبقى الاجابه هنا 180 لان دي البسط بتاع السنسيتيفيتي. الكيس اللي بعديها RR is 0.29 و 95% confidence interval كان 0.1 ل 91%. اولا هتبص على النتيجه significant ولا لا، طيب نشوف الكونفيدنس انترفال اطرافه بتمر بالواحد ولا لا، مرت بالواحد، لا ما مرتش بالواحد، اذا دي سيجنيفيكانت. خلاص نبتدي نفكر، يبقى انا كده لغيت الاجابه بي، هبتدي افكر هل الار ار اقل من واحد ولا اكتر من واحد، لا هي هنا اقل من واحد، اذا هيحصل ديكريز، يبقى هشطب على الاجابه اللي فيها انكريز. برضو انا لسه ستيل ما بين ايه وسي ودي لانه كلهم ديكريزد. حلو، طيب انا هل مور اكيوريتلي ان انا اعبر عن الار ار برقمها نفسه ولا بالرقمين اللي في الكونفيدنس انترفال؟ طبعا مور اكيوريت ان انا اعبر عنها بالرقمين اللي ما بين الكونفيدنس انترفال. هحط الرقمين دول دايركت ولا هطرحهم من واحد؟ لا هطرحهم من واحد، اذا 0.1 لما اطرحها من واحد هتدي لك 9 من 10، يعني 90%، وال91% لما اطرحها من واحد هتدي لك 9 من 10، يعني 9%، يعني كده الاجابه دي الار ار اقل من واحد، الدراج ديكريز ذا ريسك باي 9% ل 90%، دي مور اكيوريت عن الاجابه ايه. الكيس اللي بعديها الاو ار 0.5 كونفيدنس انترفال كام؟ 35% ل 7 من 10، اطرافه عدت على الواحد؟ لا ما عدتش، اذا سيجنيفيكانت. الاو ار اقل من واحد ولا اكتر من واحد؟ اقل، اذا ديكريزد، هشطب على الاجابات اللي فيها انكريزد. شطبنا على دي، شطبنا على النون سيجنيفيكانت بتاعت سي، يبقى انا ما بين ايه وما بين بي. هل الاسهل ان انا اعمل هل الادق ان انا اعمل انتربريتيشن بالكونفيدنس انترفال ولا بالاو ار؟ الادق بالكونفيدنس انترفال نفسها. طيب هعمل ايه؟ هطرح الرقمين من واحد، طرحنا من واحد طلع لك من 30% ل 65%، هتجري على دي؟ لا مش هجري على دي، لان الاو ار اقل من واحد وهو قايل لي انكريزد، بيهزر، لازم يقول لك ديكريزد، يبقى انا هروح للليس اكيوريت شويه ان انا اعبر عنها بالاو ار نفسها. الاو ار نفسها قالت لك ايه؟ 5 من 10. خلاص يبقى كده هنقول ان الدراج ده قلل الريسك بنسبه 50% وليس بريفنت الديزيز باي 50%، احنا مش بنقول بريفنت، احنا بنقول انكريز او ديكريز. تمام. الكيس اللي بعديها we want to perform a study for the effect of gabapentin on treatment of vincristine induced neuropathy، عايزك تنقي تجربة تكون evidence based وتكون موثوق منها، حاجة كده تكون من الآخر يعني. فاحنا هنقول له بص بقى احسن حاجة randomized controlled trial، والافضل كمان ان انت تعملها double blind بحيث ان انت تبقى ايه متأكد ان مفيش bias، مفيش confounding factors، انت مزبطها controlled randomized trial وتكون double blind. تمام. الكيس اللي بعديها دي المعلومات المهمة اللي قلناها على الفانل بلوت والفورست بلوت والجداد سكور، بيعمل لي جريدنج للكواليتي بتاعت الستاديز المستخدمة داخل الميتا اناليسز، كل دي نقاط امتحان دي كلها نقاط بتيجي في الامتحان. يعني ايه لما نقول الثيازايد دايريتكس اسوشيتد ويز 23% نوزيا؟ ده طبعا بيولوجيك هي الانسيدنس، لان الانسيدنس هي دي اللي دايما بنعبر عنها، مثلا انسيدنس النوزيا مع الثيازايد 23%، مش بريفالنس النوزيا، لا انا بقول بريفالنس، مثلا بريفالنس المايكارديال انفاركشن في سنه 2018 في مصر 2 مليون بيشنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما قبل 2018 كله حصل بريفالنس للعيانين عندهم مايكارديال انفاركشن اوريدي 2 مليون، انما لما اقول انسيدنس
يعني الانسيدنس دايما بيكون بروسبكتيف انما البريفالنس بيكون ريتروسبكتيف. يعني ايه؟ يعني الانسيدنس تعريفه ميجر اوف ذا بروبابيلتي اوف ديفلوبينج ا ديزيز. نفس القصه دلوقتي هو بيقول لك ان النوزيا حصلت لما اخد السيازايد دايوريتك، انما البريفالنس لا، انا بحسب الناس اللي اوريدي عندهم الكونديشن دي ات ا جيفن تايم. يعني في سنه 2018 البريفالنس بتاع مايكارديال انفاركشن كان سنتين، معنى كده ان انا قلت اديت ات ا جيفن تايم قلت البريفالنس كذا. لما يقول لك ريت معناها ان هي بير تايم، يعني سواء بريفالنس او انسيدنس لما اقول ان هو ريت معنى كده ان هو بير تايم. تمام كده بعبر عن ايه؟ بعبر عن الانسيدنس اوف نوزيا لما العيان ياخد السيازايد 23%. intention to treat و بير بروتوكول و as treated الفرق ما بينهم ايه؟ لما اقول intention to treat انا كده خدت في اعتباري مين ومين ومين، خدت في اعتباري المرضى الادهرنت والنون ادهرنت، وخدت في اعتباري الدروب اوتس. انا كده بقلل من الدواء بتاعي جدا لان انا دخلت فيه ناس ممكن ما تكونش ادهرنت وناس مهمله وناس حصل لها دروب اوت، فانا كده عملت اندر استيميشن قوي للدروب. طب ليه بنلجأ للانتنشن تو تريت دي؟ لان هي مماثله للواقع، ده اللي بيحصل في الواقع بالفعل، عشان كده بتكون يعني most common used، لكن بتعملي under estimation قوي للتريتمنت. ممكن تبقى التريتمنت بتاعتي بتبقى promising جدا بس انا لما دخل العيانين وحشين النون ادهرنت ودروب اوتس دول يقللولي من قدر الدراج بتاعي. انما البير بروتوكول انا هعمل الاناليسس بالادهرنت فقط، فانا ممكن يبقى الدواء بتاعي تافه بس انا عشان مركز مع الادهرنت بس يحصل ايه؟ over estimation للدواء. فالبير بروتوكول بتعملي over estimation للدواء. تمام؟ انما الاس تريتد باخد في اعتباري مين؟ باخد في اعتباري الادهرنت والنون ادهرنت، لكن بلغي من حساباتي الدروب اوتس، وده بيلغي لي نقطه الراندمايزيشن، لانك انت زي ما يقولوا خيار وفقوس، اخترت الناس الادهرنت والنون ادهرنت ورميت الدروب اوتس. لما رميت الدروب اوتس دي فقدت نقطه الراندمايزيشن وفقدت قوه الاستادي لما عملتها اس تريتد. تمام. الكيس اللي بعديها Researchers determined that the sensitivity for predicting cardiac complications within 24 hours sensitivity كانت 97% والspecificity 92%. هتعمل ايه؟ هترسم الجدول بتاعك. فكرة الجدول ده ممكن ترسمه اول ما تدخل الامتحان مباشرة وتحط الداتا فيه علشان تحسب بسرعة جواه لما يبتدي الامتحان، ما تتوترش وما تنساش الحروف بتاعتك ايه. هترسم الجدول اربع خانات، الجولد ستاندرد فوق والنيو تيست على الشمال، توزع العلامات وتحط الاختصارات true positive false negative false positive true negative. sensitivity عبارة عن ايه؟ عبارة عن true positive على التوتال اللي بالطول، يعني اقدر اوزعها اقول ان 97 هي true positive والمية في المية هي التوتال، يعني false negative هي الباقي يعني 3. specificity بقى من تحت هتقول true negative على التوتال بالطول، يعني 92% تحت وبقيه ال 92 عشان توصل للمية هي الثمانية. هو عايز ايه؟ عايز الفولس نيجاتيف، فانت هتحطها له بسهوله اللي هي الثلاثة. تمام. يبقى لما ترسم الرسمه ترتاح. A new treatment for osteoarthritis has been developed and shown to be effective in animal models. عايز يعمل ستادي تكون قويه تدرس الدواء الجديد ده اللي كان بروميسنج في الانيمالز، طبعا هنصحه براندمايزد كنترولد ترايل وتكون دبل بلايند. نفس السؤال اللي اتكرر. وات از ترو ريجاردنج البلوك راندمايزيشن؟ البلوك راندمايزيشن دي فكرتها ايه؟ ان انت بتقسم السبجكتس بتوعك كبلوكس، كل بلوك بيكون فيها عدد متساوي من السبجكتس زي البلوك الثانيه، وبيستخدم فيها الكنترول بشكل طبيعي، يعني في جروب بالكامل تقدر تخليه كنترول. اهم حاجه ان البلوك سايز يكون متساوي، عدد السبجكتس جواه متساوي، وبيتم اختيارهم بشكل توتالي راندوم، عشان كده اسمها راندمايزيشن. يبقى لما يجيب لك ويقول لك ان نمبر اوف سبجكتس از بروبورشنال تو البلوك سايز، دي جمله غلط، لان كل السايز بتاعه البلوكس متساويه، عدد السبجكتس فيها متساوي. لما يقول لك ان مفيش كنترول جروب، لا عادي في كنترول جروب. يبقى الاجابه الصح هي السي، لما تقول ان السبجكتس ان ايتش بلوك ار راندوملي اساينت، دي اجابه مظبوطه. الكيس اللي بعديها A study is conducted to detect the effect of warfarin on an enzyme inhibitor. طالما بيعمل دراج انتراكشن هختار الاجابه اللي فيها كروس اوفر as long as ان مفيهاش غلط. تمام. الكيس اللي بعديها which review will you make if the data is not in existence when the project is submitted. انت دلوقتي بتعمل study معكش داتا، عايز تجمع الداتا، هتمشي prospective، تبتدي تجمع الداتا بشكل prospective. انما لو الداتا already موجودة وانت هترجع تجمعها backward هتبقى retrospective.
الكيس اللي بعديها A pharmacotherapy wants to address an institution low dose beta blocker for myocardial infarction an older set integrated system cope to assess its prescription with drug selection and wish to pilot this intervention single floor before global implantation the study design is best to be time series ولا pre-test post-test ولا factorial ولا static يعني ايه pre-test post-test دي حاجة زي مثلا لما ندي مثلا كورس وقبل الكورس نعمل امتحان قبل الكورس نقيم الطلبة قبل ما ياخدوا الكورس كانوا عاملين ازاي وبعد ما ياخدوا الكورس كانوا عاملين ازاي فانت بتعمل pre-test وpost-test عشان تقيم الانترفينشن بتاعك هل هو فعلا كان مؤثر في الناس اللي تلقوا الانترفينشن ولا ما كانش مؤثر دي افضل ستادي تقدر تعملها في الدراسات الصغيرة البايلوت ستاديز حاجة تنجز لك تشوف الانترفينشن قبل ما كنت تستخدمه المستشفى كانت عاملة ازاي بريتست وبعد ما تستخدمه المستشفى هيحصل فيها ايه والاوتكم فعلا الحقيقي اللي هيظهر من بعد الانترفينشن بتاعك ده تمام كيس اللي بعديها which of the following is most likely reason why the gastro trial studies studied such a large number of individuals ليه الجاسترو ترايل جاسترو ترايلز دي كانت على الثرومبولاتيك دراجز ليه استخدمت عدد كبير جدا من البيشنتس علشان هي كانت بتشوف very small difference يعني انا مثلا لو عندي two drugs واحد بيقلل الضغط مثلا 10 مليمتر ميركري والدواء التاني بيقلل الضغط 9 مليمتر ميركري علشان اشوف very small difference ده لازم يكون عندي عدد من subjects مهول يبقى انا بكبر sample size علشان اقدر اشوف very small difference ده يبقى لما يجيب لك study ويقول لك ليه هي كان فيها large number of individuals هتقول ان ممكن يكون ده نتيجة ان في small difference جدا انت عايز تعمله detection مش هيبان غير في العدد الكبير من subjects ده تمام؟ الكيس اللي بعديها calculate ال NNT risk in one group كانت 43% والريسك في الاذر جروب كان 5% الكيس دي بتيجي بارقامها بالظبط كده بتطلع 3 patients حسبناها ازاي بنطرح الريسكين من بعض يعني 43 ناقص 5 هتساوي 38 واحد على 38 ده رقم ال NNT يعني اول رقم ده حسبناه كان ال absolute relative risk ال NNT بتساوي واحد على absolute relative risk هتساوي 2.6 لما تلاقي الرقم ناحية الأكبر بتراوند للأكبر يعني 2.6 هتبقى راوند 2-3 patients ما يجيب لكش 2 patients وتختارها لا انت هتقرب للرقم الأكبر تمام كيس اللي بعديها you want to conduct an ethical study for a new drug which indicated for acute stroke هل هتستخدم crossover الكيس كروس اوفر ستادي ولا دبل بلايندد بارلل ديزاين دراج مع البلاسيبو ولا سنجل بلايندد بارلل ديزاين ولا راندمايزد كنترولد ترايل لما بنيجي نعمل ستادي على اكيوت ايفنتس زي الاكيوت مايكارديال انفاركشن مثلا او الاكيوت ستروك او الاكسيدنتس كمان الاستاديز دي بتتعمل كيس كروس اوفر ديزاين ليه لان انا ما ينفعش اعرض السبجكت لحاجه اكيوت زي كده بهدف ان انا بعمل دراسه ده ان ايثيكال تماما ان انت تعمل كده افضل حاجه ان انت تستخدم الكيس كروس اوفر ديزاين كيس كروس اوفر ديزاين ده عباره عن ايه عباره عن البيشنتس البيشنت نفسه هو ده التريتمنت جروب والبيشنت نفسه قبل ما يحصل له الاكسيدنت او قبل ما يحصل له الاكيوت ايفنت هو البلاسيبو يعني البيشنت هو في نفس الوقت البلاسيبو هو بنفس الوقت التريتمنت بس البلاسيبو قبل ما يحصل له الايفنت والتريتمنت بعد ما يحصل له الايفنت هي دي الكيس كروس اوفر يعني العيان هو نفسه كروس اوفر لنفسه تمام دي بتحصل امتى اكسبشن كده في الاكيوت ايفنتس والاكسيدنتس والكلام ده الكروس اوفر ستاديز ار بريفيرد ديو تو مفضله ليه لان هي بتستخدم سمولر سامبل سايز بستفيد ان العيان نفسه هستخدمه هو نفسه ياخد الدراج وبعد ووش اوت بيريود ياخد الدراج التاني فبالتالي بستخدم سمولر سامبل سايز الكيس اللي بعديها intention to treat is usually preferred to be analyzed which one of the following studies يعني ايه الكلام ده يعني هو بيسألك intention to treat دي اقدر اسعف بيها ايه انهي نوع من الترايلز phase 2 study ولا phase 3 study ولا study that lack power اصلا ايه ميزة intention to treat اللي هتقدمها لي للstudies اللي lack power الstudy اللي lack power
دايما بتكون السامبل سايز هي المشكله اللي فيها، يعني السامبل سايز فيها قليل. فانا عشان اعمل بريزيرف للسامبل سايز دي ببتدي ادخل كل الناس سواء كانوا ادهرنت ولا نون ادهرنت ولا دروب اوتس، كلهم بدخلهم في حساباتي علشان شويه يبان ان السامبل سايز سامبل سايز محترم وكبير. فالانتنشن تو تريت تقدر تسعفني في النقطه دي وتساعد في علو الباور بتاعت الاستادي دي، لان هي هتدخل كله في اعتبارها. هي هتعمل اندر استيميشن للتريتمنت، لكنها هتكبر لي السامبل سايز، لان هي تاخد في اعتبارها الادهرنت والنون ادهرنت والدروب اوتس. على عكس دي البير بروتوكول هتاخد في اعتبارها الادهرنت، فما اقدرش استخدمها في ستادي لاكنج الباور، لان الستادي لاكنج الباور اوريدي السامبل سايز بتاعها قليل وضايع، فما اقدرش كمان التزم بالادهرنت فقط، فكده انا بعتبر بقلل الباور اكتر واكتر. تمام. كيس اللي بعديها intention to treat is most appropriate when هاي دروب اوتس ريت. طبعا لان الهاي دروب اوتس ريت انا هاخدها في اعتباري وهحسبها ضمن التجربه، فانا بالتالي يعتبر دخلتها في حساباتي وابتديت اعلي من باور الاستاد دي. هيحصل اندر استيميشن للسامبل او الريزلتس اللي طالعه، بس في الاخر انا احتفظت بالسامبل سايز بتاعي وقدرت احافظ على الباور. الكيس اللي بعديها a hospital in Denmark wanted to take a research from a USA hospital. What reason make this research benefit for this hospital in Denmark؟ طبعا طالما من دولة لدولة هيعمم حاجة على المستوى الدولي، فلازم يبقى فيه external validity. external validity دي هي اللي هتقول لي ان انا اقدر اعمم اللي اطلعه المستشفى اللي في امريكا دي اقدر اعممه على مستشفى اخرى في الدنمارك ليها ظروف اخرى. لما يكون في high external validity هقدر اعمل القصة دي. الكيس اللي بعديها in a parallel study the treatment received anticoagulant for VTE for more than 12 months versus the placebo group for the same period of time. 71% VTE في البلاسيبو و 12% VTE في التريتمنت جروب. What is your interpretation for those results؟ هو بيحسب الـ relative risk decreased. يعني ايه الـ relative risk decreased؟ يعني الـ relative risk reduction، يعني بيحسب هنا الـ RRR وليس الـ RR. طالما جاب لك relative risk decreased، كلمة decreased زي reduction بالظبط. تمام. فانت كده هتحسب ال RRR. لما نيجي نحسب ال RRR لازم نحسب قبليها ال RR. ال RR بنحسبها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنقسم الجروب اللي اخد التريتمنت على الجروب اللي اخد البلاسيبو، يعني 12% على 71% هتطلع لك ال RR. طيب هنطرح ال RR من واحد علشان نجيب ال RRR، هتبقى 83%. إذن ال relative risk reduction أو ال relative risk decreased هي ال 83% وليس ال 17%، لأن ال 17% هتبقى ال relative risk نفسها وليس ال relative risk decreased. تمام. الكيس اللي بعديها a cohort study and a randomized controlled trial. A randomized controlled trial made inclusion and exclusion criteria restriction. بغض النظر عن المثال ده، دايما ال randomized controlled trial معروف ان ليها more internal validity عن ال external validity، بغض النظر عن الريستريكشن اللي هو عملها دي. هي معروفة ومشهورة بالمعلومة دي ان ال randomized controlled trial ليها more internal validity لان هي randomized وحققت لي منطق ال randomization، لكن ال external validity بتكون فيها مش بنفس قوة ال internal validity. تمام. هو قالك ان هو عمل inclusion and exclusion criteria restriction. قالك ايه؟ قالك ناس معينة اللي هتدخل التجربة وانا هلتزم بالناس دول فقط. انما ال cohort included all sexes ages and comorbidity، خدت كل الاطياف جواها ال cohort. طبعا بما انها خدت كل الاطياف جواها، يوم ما اقول انا هعمم هبقى بعمم وانا مطمن. ليه؟ لان هي فيها كل الاطياف. لكن يوم ما ادرس جوا التجربة هلاقي بقى عك جوا، لان هي اخدت كل الاطياف، فالانترنال validity هتبقى lacking في ال cohort، لان هي برضو ان انت تاخد من كل الاطياف دي حاجة مرهقة جدا للانترنال validity وهتأثر عليها تأثير مباشر. تمام. يبقى لما اختار الاجابه بتاعه ال RCT has more internal validity، لان هي كانت محدده في الانكلوجن بتاعها، انا هاخد ناس معينه بصفات معينه، فليها more internal validity عن الكوهورت وليس external validity عن الكوهورت، لان هي حددت ناس معينه. فانا يوم ما اعممها هعممها برضو عن الناس المعينه دول، مش هقدر اعممها على total population، لان هي كانت source elective.
الكيس اللي بعديها internal validity is usually affected by inclusion criteria، لان ال internal validity اللي بيضربها ال inclusion criteria بتاعتك كانت شكلها ايه. What is used to decrease the inherited differences in certain study؟ هل blinding ولا randomization؟ الاول افهم يعني ايه inherited differences. ال inherited differences دي يعني ال confounding factors. علشان اقلل ال confounding factors بقللها طبعا بال randomization وليس ال blinding. ال blinding دي انا ممكن اقلل بيها ال investigator bias، اقلل بيها حاجة زي ال information bias او ال observation bias، انما ما اقللش بيها ال inherited differences او ال confounding. الراندمايزيشن كمان بتقدر تقللي حاجات كتير زي السلكشن بايس والتشالنج بايس الى جانب طبعا الكونفاوندينج فاكتورز. تمام. الكيس اللي بعديها استدي اون الزهايمر جروب اند كنترول جروب تيكينج ستاتين فور ديسليبيديميا، الاود ريشيو بتاعتها كانت 0.82 وكانت الكونفيدنس انترفال ما بين 7/10 و9/10. which one of the following best describes those results؟ هل الستاتين ما بتقللش ما ب... didn't prevent dementia، ولا قللت rate of developing dementia، ولا associated with rate of developing dementia، ولا not associated؟ هو هنا قالك ان الاودز ريشيو كانت 82%، والرقم significant لان الكونفيدنس انترفال ما عداش على 1، اذا دي significant. اقدر اقول ان هي قدرت تديكريز الريت اوف ديفلوبينج ديمنشيا لان هي اقل من 1. سؤال سهل جدا. الكيس اللي بعديها a case control study in 1400 patients to assess for a possible association between exposure to drug A and drug B and the development of rhabdomyolysis. يعني هو بيدي two drugs بيشوف الassociation ما بين two drugs دول ما بينهم ما بين rhabdomyolysis، هل في association ولا لا. بالنسبة للدراج A هو قالك ان هو اشتغل على 750 patient اخدوا دراج A، 250 منهم جالهم rhabdomyolysis، ودراج B اشتغل على 650 منهم 120 جالهم الرابدوميولوسيس. علشان احسب الاود ريشيو لازم ارسم الجدول بتاع الاكسبوزد والنون اكسبوزد، واحط الدراج A والدراج B، واشوف قيم ال A وال B وال C وال D علشان اقدر احسب الموضوع بشكل سهل وما تلخبطش في الارقام والارقام ما تلخبطنيش. غير الريلاتيف ريسك اسهل شوية في حسبتها، الاود ريشيو صعبة شوية محتاجة الجدول ده. هتحط ال A الناس الاكسبوزد واخدوا دراج A، الناس الاكسبوزد واخدوا دراج A هما 250 اللي جالهم الرابدوميولوسيس، بقية الرقم ده هو الان اكسبوزد اللي هما 500. انما ال B هتقول ال 120 دول اللي جالهم الديزيز وكانوا اكسبوزد دراج B، والان اكسبوزد هما 530 دول بقية ال 650 اللي ما جالهمش الديزيز. تمام. لما تيجي بقى تحسب الاود ريشيو بتضرب طرفين في وسطين، يعني الاي في الدي على البي في السي، هيطلع لك قيمه الاود ريشيو بكل سهوله. يبقى الجدول ريحك وريحك من اللخبطه، لان في ناس بتحاول تجيبها بدماغها ودايما بيطلعوا الرقم غلط. فانت ارسم الجدول اسهل عليك، وتقدر كمان ترسمه قبل ما تدخل الامتحان بحيث ان انت تبقى مجمع دنيتك وتبقى جاهز على طول دراج A ودراج B، وتحط الاكسبوزد والان اكسبوزد والتوتال، وتبقى عارف دنيتك ماشيه ازاي وقوانينك ماشيه ازاي. تمام. يبقى كده اقدر اقول ان دراج A زود الريسك اوف رابدوميولوسيس قد دراج B مرتين و2/10. تمام. الكيس اللي بعديها 450 patient take drug A، الكيس دي بتتكرر كتير قوي وبنفس ارقامها. 450 patient اخدوا دراج A where 150 patient have myocardial infarction و300 مجالهمش. هترسم جدولك وتشوف دراج A الاكسبوزد منهم ال 150 بقيتهم هم ال 300، الدراج بي الاكسبوزد منهم 700 بقيتهم 130 عشان نوصل لتوتال 830. تضرب طرفين في وسطين الاي في الدي على البي في السي، الاود ريشيو طلعت كام؟ طلعت 0.09، يعني تقدر تقربها ل 0.1. يعني دراج اي ودراج بي ايه اللي حصل؟ دراج اي كان اقل في الريسك من دراج بي يعني 1/10، او تقدر تقول ان دراج بي زود الريسك 10 أضعاف دراج A. يعني تقدر تعكسها الواحد من عشرة دي، تقدر تعكسها تخليها 10/1 وتجيب الدراج بي في اول الجملة ودراج A في اخر الجملة، وتقول ان دراج بي 10 أضعاف دراج A. نفس الانتربريتيشن بالظبط، او ان انت تقول دراج A عشر دراج B.
هي نفس الفكرة بالظبط، هي الفكرة بس ترسم جدولك وتحط القانون وتحسب بسرعة جدا بدل ما تتلخبط بالحسبة ان انت تحسبها بدماغك. الكيس اللي بعديها: You are a clinical pharmacist conducted a study on group with pulmonary hypertension compared with other without pulmonary hypertension. You searched on their reports if they received the suppressing agent prior to pulmonary hypertension. اسأل نفسك انت بتدور على ايه، هو بيسيرش على ايه، هو بيسيرش هل هم حصلوا على الايجنت ده ولا لا، يعني بيسيرش على الاكسبوجر. لما بنسيرش على الاكسبوجر اذا دي كيس كنترول، انما لو بتدور على المرض اذا دي كوهورت. انت بتعرف عن طريق ان انت بتشوف انت بتدور على ايه. ليه بنعمل كده؟ يعني في ناس بتحلها بالرير، لو هو رير اكسبوجر تبقى كيس كنترول، لو هي وهو رير ديزيز اذا كوهورت. ماشي، دي طريقة مظبوطة، بس في نوعين من الكوهورت، وعشان كده انت مضطر تشوف هل انت بتدور على ديزيز ولا بتدور على ريسك. هو هنا بيقولك ان هو بيسيرش هل هم اخدوا السبريسنج ايجنت ولا لا، يعني بيدور على الاكسبوجر، بيدور على الدراج اللي عمل لهم كده. فطالما بيدور على الاكسبوجر اذا دي كيس كنترول، يبقى ثابت في الموضوع، شوف انت بتدور على ايه. الكيس اللي بعديها برضو دي بتتكرر بنفس ارقامها: A study was established to assess the formation of genital mycotic infection with taking sitagliptin and canagliflozin. The odd ratio for the group taking sitagliptin كانت 4-3 وال odd ratio بتاعت الكانجليفلوزين كانت 15-3. عايز الانتربريتيشن، هو بيتكلم بعدد البيشنتس، اذا هنحسب ال ان ان تي. طالما كل الانسرز بتتكلم في عدد البيشنت، هحسب ال ان ان تي، هعمل ايه؟ هطرح الريسكين دول من بعض، اجيب الاي ار ار. لما نطرح 15 و3 من 4 و3 تجيب تدي لك 11%، دي كده الاي ار ار. النمبر نيدد تو هارم، لان دي تعتبر نوع من الهارم، هي مجرد مسميات على فكره، يعني نمبر نيدد تو تريت فرقها ايه يعني النمبر نيدد تو هارم، هل بيحصل اذى ولا بيحصل منفعه. هو بيقول لك هنا ان هم بيعملوا جينيتال مايكوتيك انفكشن، اذا بيحصل اذى، اذا هنحسب النمبر نيدد تو هارم هتبقى 1 على الاي ار ار. لما نيجي نقسم الواحد على 11 هتدي لك 9 بيشنتس. اذا الانتربريتيشن بتاعنا ايه؟ جمله من A او بي. الاي بتقول لك 9 وومن تو جيف الكانجليفلوزين تو ديفلوب 1 بيشنت وذ جينيتك مايكوتيك انفيكشن، ولا 9 وومن تو جيف كانجليفلوزين انستد اوف سيتاجليبتين تو ديفلوب 1 بيشنت وذ جينيتك مايكوتيك. لازم نقول كلمه انستد اوف سيتاجليبتين، ليه؟ لانك انت طرحت اود ريشيو بتاعه ده من اود ريشيو بتاعه ده، اذا لازم جمله انستد اوف تبقى موجوده في النص، لانك انت اوريدي حساباتك داخل فيها السيتاجليبتين، فلازم تقول انستد اوف سيتاجليبتين. دي مش حاجه ابسوليوت خاصه بالكانجليفلوزين فقط، انت حسبتها واخد في اعتبارك السيتاجليبتين. تمام. الكيس اللي بعديها كيس 48: according to crossover studies it is preferred as it can. الكروسوفر بقدر اقلل بيها السامبل سايز، لان نفس البيشنت اقدر اديله دراج واعمله واش اوت بيريود واديله دراج تاني، فبالتالي البيشنت بدل ما هو واحد اعتبرته 2، لان هو قدر يديني نتيجه هنا ونتيجه هنا، فانا اقدر اقلل السامبل سايز طول ما انا بستخدم الكروسوفر ستادي. What is the major disadvantage of cohort study؟ مشكلتها الوحيدة ايه؟ ان الكوهورت study دي طبعا مش مشكلتها الوحيدة، دي الميجر disadvantage، اهم مشكلة فيها ان هي مش بتبروف الكوزاليتي زيها زي الكيس كنترول بالظبط، دول مجرد observational studies، ما تقدرش تقول غير ان في association فقط، لكن ما تقدرش تقولي ان في كوزاليتي ولا لا. تمام. كيس اللي بعديها دي كيس جديدة: reporting the clinical studies as RCT زي randomized controlled trial، يعني through flow diagram to improve reporting. اقدر اعمل reporting ل randomized controlled trial عن طريق ايه؟ عن طريق ال consolidated standard of reporting trial. دي عملت ايه؟ عملت improvement وعملت standards محددة عن طريقها تقدر تعمل reporting لل clinical trial بتاعتك دي. بعد ما خلصتها وطلعت results بتاعتها هتعمل ريبورتنج بيها لمين؟ تعمل ريبورتنج للكونسورت. ممكن يجيب لك الستروب، او ممكن يجيب لك البريزما او الاكواتور، اقرا عنهم كلهم، لان ممكن يغير الفكره ويجيب لك واحده من الباقيين دول، وهي الحته دي ابديت اصلا في الكتاب فذاكرها كلها. احنا هنا هنختار الكونسوليديتد ستاندرد اوف ريبورتنج ترايلز، لان باقي الاختيارات ملهاش اي علاقه بريبورتنج الجايد لاينز
ملهاش علاقة بريبورتنج الكلينيكال ترايلز. يعني اخر كيس الاود ريشيو ان 2 جروب بيرسنت وات از ذا نمبر نيدد تو هارم. هتطرح الرقمين من بعض بعدين تقسم واحد على الاي ار ار هتطلع لك الاجابه 33، يعني اجابه غلط. الاجابه الصح هي 34. طب ايه الغلط اللي عملناه؟ ان احنا ما فكناش البرسنت. لازم تفك البرسنت علشان هو جايبها لك الاود ريشيو بالبرسنت وهي ما تبقاش بالبرسنت. انت هتقول 1.14 على 100 تمام، هتطلع لك و 0.0114. هو ده الرقم اللي هتطرحه من 0.0111، هيطلع لك رقم. الرقم ده هتقسم واحد على الناتج هيطلع لك 4/3. دي الإجابة الصح. اللخبطة كانت في السنة دي ان الناس ما بصتش للبرسنت وما فكتهاش، والأفضل او الصح ان انت تفكها. لازم تفك البرسنت طالما موجودة. تمام كده خلصنا الإجزام هاكس الخاصة بالستادي ديزاين. بالتوفيق يا دكاترة.